نصف نصف 2600، نصف 2600 كم يساوي؟ الهات و600 واحد نصف أعيد 2600. أرفعوا لوحي، نرفع اللوح بسرعة بسرعة. أين كان الأسرع؟ ممتاز يا مالك، ممتاز يا أيمن، ممتاز يا محمد ياسين. شهد أين أنت يا ابنتي؟ يوسف ألم تسمع الوضعية يا يوسف؟ سيدتي أنا دخلت مع 1500 صحيحة سيدتي أنا دخلت مع به به. مالك يا ولدي؟ مالك؟ تذكرنا يا مالك، تذكرنا كيف نتحصل على النصف يا مالك؟ أنا تحصل على النصف في صفر 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 نقسمه على اثنين بشجرة الحساب. نعم أحسنت، إذا لا نقسمه، إذا نحن نقول نفككه، إذا أفككه إلى مجموعين متساويين. أحسنت. أي إذا صفر مع صفر يبقى صفر. نعم، وصفر مع صفر يساوي صفر. أي وستة نفككها، هنا تحصل على ثلاثة مع ثلاثة. ممتاز، إذا نحن سنأخذ ثلاثة، نأخذ مجموع واحد من التفكيك، وبعد ذلك نعم. واثنين أحسنت، أفككها. نفككها على نفككها نتحصل على واحد. واحد، ممتاز، إذا الإجابة 1300. ممتاز أحسنت. به، الوضعية الموالية تقول، الوضعية الموالية بسرعة بسرعة نكتب على لوحي، الوضعية الموالية تقول أكبر عدد يتكون من أربعة أرقام، ما هو؟ أكبر عدد يتكون من أربعة أرقام، ما هو؟ نهايت. نرفع اللوح، ارفع الألواح، نرفع الألواح، نرفع الألواح، نرفع الألواح. ممتازة يا شهد، أحسنتي. أيمن، يوسف، مؤيد، ياسين ومالك، جميعكم أحسنتم، شكرا، أحسنتم. إذن واضحة جدا، أخذ أربع منازل والأربع منازل أكتب فيها أكبر رقم، وأكبر رقم هو تسعة من في مجموعة الأرقام، لأن مجموعة الأرقام هي من صفر إلى تسعة، أكبر رقم في مجموعة الأرقام هو تسعة. أحسنتم جميعا. به، مؤيد لم تكن معنا يوم أمس يا مؤيد، أنت متغيب يا مؤيد، ولكن نحن قمنا بسندات يوم أمس ولم نكمل هذه السندات، اليوم سوف نكملها. لا به، هي الآن ليست مرتبطة ببعضها لأن السند تغير. نعم أنستي، أنا أتفرج على الفيديو وحصة حصة أمس. ممتاز ممتاز، به مالغ، يعني أنت معنا، لقد فهمت حصة يوم أمس هكا ولا لي؟ ممتاز، إذا سنكمل السند. أي يا مؤيد تقرأ لنا السند. السند، وقبل خروج من المغامرة.
سنة مرحبا سيدتي. مرحبا. أما صديقهما فقد أربعة، سند أربعة يا ولدي. وقبل الخروج من المغازتي أعجبت سلوى بأشرطة ملونة ومختلفة الطول. المطلوب أحوله، أي أنا أوصي وأعيد، أوصي وأعيد باستعمال جدول الأقيسة. الذي يستعمل جدول الأقيسة لن يخطئ. الذي يستعمل جدول الأقيسة لن يخطئ بإذن الله. سيدتي. نعم يا ولدي. هذا كان واجب سيدتي. لم أفهم، ما معنى جدول الأقيسة؟ يعني تمين أنت بعثتون بعثتون. أي بعثت، ما تخدموش، نخدموه مع بعضنا. كي نبعثوا، كي حطوا لكم التمرين الورقة، نجموا تجبدوها الورقة باش تخدموا منها ولا باش تفهموا منها، أما ما تخدموش قبل، تخدموه معايا أني. يجب أن أستعمل جدول الأقيسة. دكتور أنا قاعد نرسم في جدول الأقيسة. ممتاز. سيدي أنا عندي ورقة كيف ما قلت لنا كل مرة. صحيت يا شهد. شنو باش نخدمو؟ سند رقم أربعة يا لينا، سنكمل السند رقم أربعة، تلك السندات التي قمنا بها يوم أمس. اليوم سنكمل أربعة وخمسة وستة. انهيت. أنهيت.
أي البقية قرب انتهاء الوقت. أنهيت عملي. أنهيت سادة عملي. أي أضع قلمي وأتابع مع صديقي يوسف. أي يا يوسف. نعم سيدتي. نعم يا يوسف. الوضعية الأولى 1 متر و3 سنتيمتر. إذن قبل كل شيء ماذا؟ نرسم الجدول. ممتاز يا ولدي يوسف، أحسنت. إذن نرسم الجدول. تملي علي نرسم الجدول. أول وحدة هي سنتيمتر. يعطيك صح. أول وحدة سنتيمتر. ثم سنتيمتر. ديسيمتر. ثم المتر. متر. ثم المتر. ممتاز يا يوسف. الوضعية ما هي؟ 1 متر و3 سنتيمتر. كيف سأنجزها؟ نضع 1 في المتر. 1 في المتر. ماذا طلب مني؟ أحولها إلى أين واحد؟ إلى أين طلب مني سأحولها الواحد؟ انظر إلى سنتيمتر. أحسن. كي أحول 1 إلى سنتيمتر ماذا أفعل؟ نضع 3 سنتيمتر. كيف نضع 3 سنتيمتر؟ نحن لم نحول 1 يا ولدي. لا أفهم. باهي يا يوسف. انظر يا ولدي. طبعا. الوضعية. من كم جزء تتكون يا يوسف؟ تتكون من 2. من جزئين. أحسن. الجزء الأول ما هو؟ 1 متر. 1 متر. إلى أين سأحوله؟ إلى سنتيمتر. إذن سأحول الجزء الأول. أنجز الجزء الأول. إذن 1 متر سأحولها إلى السنتيمتر. كيف أحول 1 متر إلى سنتيمتر؟ يوسف سهلة جدا. كيف أحول 1 متر إلى سنتيمتر؟ 1 متر كم يساوي سنتيمتر؟ يساوي 100. 100. إذا سأضيف أصفارا. سأضيف أصفارا وصولا إلى السنتيمتر. فهمت الآن؟ نعم. باهي. الجزء الثاني ما هو؟ 3 سنتيمتر. أحسنت. 3 سنتيمتر. ما هي الواء؟ ماذا تمثل الواء؟ معاد. تمثل. إذا سأضع علامة جر مع ماذا؟ مع 3 سنتيمتر. سأضع 3 في سنتيمتر. نجمع 0 مع 3 يساوي 3. نعم. 0 مع 0 يساوي 0. نعم. 1 مع 0 يساوي 1. أحسن. يساوي 103. إذن 103 سنتيمتر. ثم فاطمة، أين أنت يا فاطمة؟ نعم سيدتي. اللي مسكرين الكاميرا ما همش باش يشاركوا معانا. يا جهينة، مرحبا بك يا جهينة. ماذا تفعلين هنا يا جهينة؟
يا جهينة انظري إلي يا جهينة. تفتحين الكاميرا يا جهينة. أشك أنك أخطأت في الموقع يا بنتي، لأن هذه سنة ثالثة. غدا سأدرسك إن شاء الله. هاي إلى اللقاء. إن شاء الله. إن شاء الله. به. ثم فاطمة. أي يا فاطمة. الوضعية الموالية يا فاطمة بنفس الطريقة يا فاطمة. 3 متر و33 سنتيمتر سوف أحولها لديسيمتر. إذا ماذا أفعل؟ نضع 3 متر في المتر. ممتاز. وسوف أكتب 33. إذن عملية جمع مع 33 ديسيمترا. نعم يا أكملي. ونضع 3 في سنتيمتر. لماذا 3 في سنتيمتر؟ صفر. اقرأي الوضعية عش بنتي. 3 الجزء الأول من الوضعية. 3 متر. 3 متر ستحولينها إلى الديسيمتر. لقد قمت بتحويلها إلى الديسيمتر. 3 نضيف لها 0 تصبح 30 ديسيمتر. ونكتب 33 ديسيمتر. كتبنا 33 ديسيمتر. سنجمع الآن. لم يطلب منا الديسيمتر، لم يطلب منا السنتيمتر. 0 مع 3 يساوي 3. أحسنتي. 3 مع 3 يساوي 6. النتيجة 63 ديسيمتر. 63 ديسيمترا. ممتاز. شاهد. لم أسمعك يا شهد. تراه تكلم عايش بنتي. نعم. أسمعك الآن. اقرأ لنا الوضعية يا شهد. الوضعية هذه 2 متر وستة ديسيمتر يساوي سنتيمتر. باهي أحسنتي. من كم جزء تتكون الوضعية يا شهد؟ 2. أحسنتي يا شهد. إذا سنبدأ بالجزء الأول. الجزء الأول ما هو؟ 2 متر. إذا 2 متر أضعها في 2 متر. ممتاز. طلب مني أحولها إلى أين يا شهد؟ سنتيمتر. ممتاز يا شهد. إذا سأحولها إلى السنتيمتر. أضيف أصفارا. وبين الجزء والجزء ماذا يوجد؟ وهي علامة مع. أحسنت يا شهد. إذن علامة جمع. وماذا؟ وستة ديسيمتر. ستة. طلب مني أحولها إلى أين؟ إلى سنتيمتر. أحسنت. إذن وأجمع الآن. اجمعي. 2 0 مع 0 يساوي 0 0 مع 6 يساوي 6. صحتي. 2 2 مع 0 يساوي 2. ممتاز. النتيجة اقرأ النتيجة. 260. ماذا؟ سنتيمتر. أحسنتي. الأحاد دائما في الوحدة المذكورة. ممتازة يا شهد. الآن صديقنا مؤيد. 1.5 متر. نعم. أي يا مؤيد. نكتب 1 في المتر. ممتاز يا مؤيد. أحسنت. 1 في المتر. 1
تحولها إلى أين؟ إلى الديسيمتر. إذن ماذا أفعل يا مؤيد؟ كي أحولها لا أضيف صفرا حتى الديسيمتر. حتى الديسيمتر أضيف صفرا وصولا إلى الديسيمتر. وماذا أيضا في الـ في الـ في الوضعية ماذا أيضا؟ ونصف. ونصف. إذن الواء هي عملية جمع. كم يساوي نصف متر بالديسيمتر؟ 5 ديسيمتر. ممتاز. لأن من لم يفهم هنا، لأن لأن 50 سنتيمتر، لأن 100 سنتيمتر، يساوي متر. لا أنت فاهم لكن مكش فاهم بالضبط. أخذرني على شويتي. لأن 1 متر فعلا 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. إذا نصف 1 متر بالسنتيمتر هي 50، ولكن أنا طلبتها بالديسيمتر. إذا ستحول 1 متر إلى الديسيمتر تصبح 10. نصف 10 هي 5. باي أي تجمع الآن 0 مع 5 5. ممتاز. 1 مع لا شيء 1. 15 15 ديسيمتر. أحسنت. ممتاز. الآن لينا الوتي. 547 سنتيمتر و178 متر. إذن أبدأ بالأحاد، دائما أبدأ في الأحاد في الوحدة المذكورة. أحسنتي. 547 سنتيمترا، إلا عفوا هذه لم أكتبها ولكنها سنتيمترا، إلا 178 سنتيمترا. أيضا أبدأ بالأحاد. هاي تنجزين العملية يا لينا. سيدتي هل يمكنك يعني تطلع الكاميرا شوية؟ 7 مع 8 يساوي. تفهمتي يا لينا، ليست عملية جمع، عملية 7 إلى 8 نزيد ونزيد. 7 إلى 8 لا نستطيع لأن 7 أصغر من 8. أحسنتي. إذن نزيد ونزيد تصبح ماذا؟ نعم يا لينا تصبح 9. لا يا لينا إذن 17 هكا ولا ليه؟ نعم 17 إلا 8 خلافة تصبح 9. أكملي. 4 مع 8 لا نستطيع أن نزيد ونزيد. إذا أزيد وأزيد. نعم. 14 مع 7 يساوي. عملية طرح يا لينا، تثبتي. 6. 14 إلا 8 6. نعم أحسنت. يا 5 إلا 2 يساوي 3. اقرأ النتيجة. 3 69 سنتيمتر. ممتازة يا لينا أحسنت. شكرا لكم. أحسنتم. من عمله صحيح كله؟ أنا. ممتاز. يعطيكم الصحة. سيدتي لكن أنا يعني خط مخط. ميسألش يا لينا، هات تروح معنا بنتي. توا هاني باش نحط لكم السند الموالي، توا نخدمه. اتفقنا؟ السبب 5 طبعا.
هاي باش نحط لكم السند الاخر. سيدتي. نعم يا يوسف. انا انجزتهم هذوما اوراق. ليه بقى يوسف ماذا بك؟ عايش ولدي ما عادش تنجزهم، خليه انجزهم معانا باهي. نعم باهي. صديقتنا رنيم ستقرأ السند. هاي أين أنت يا رنيم؟ صديق لقد تحصل على 7200 مليم فاشترى طائرة ورقية ب1570 ودويمة ب200 1290 مليم ورد ثمنها ضعف ثمن الدوامة. ممتاز. أبحث عن ثمن مشتريتي زي دون أبحث عن المبلغ المتبقي لزيدين. أي بسرعة ننجز العمل. البقية نفتح الكاميرا يا فاطمة. السلام عليكم. مرحبا يا محمد. تكمل معنا يا محمد تلتحق بنا. نحن في السند الخامس، أنجزنا السند الرابع. أنتي دير السند التعليم الأولى والثانية. نعم كامل السند يا ولدي، سند رقم 5 بأكمله. الإجابة اللفظية. نعم الإجابة اللفظية والعددية دائما. كيفاش بنخسر سؤال وليني جمع معاً ثمان مشتريات زيت ما تدلعش معاً. سأستخلص كل شيء. أستخلص معطياتي كلها من السند، ولكن أوصيكم بأن أقرأها جيدا وأفهمها جيدا. كل معطى عنده مدلول لفظي، كل معطى لازمني نعرفه شنو هو يلزم هذاك، شنو هو المدلول متاعو. انهاي ما
باهي نتأكد من العمل، نتأكد خاصة من إنجاز العمليات. بسرعة سيدتي، أنا موصلتش من أول من أول السند، ما نعرفش كم يملك زياد. موجود يا ابنتي، أما صديقهم زيد فقد تحصل على، اقرأي جيدا. بسرعة سيدتي أنهيت. أحسنتي.
انهيت. هاي ممتاز. هاي هاي البقيه دقيقه ونصلح. انهيت. سيدتي أستطيع شرب الماء؟ نعم. أنهيت. أنهيت. سنصلح إذن، كلنا أنهينا، جميعنا أنهينا، سنصلح. سيدتي لم أنهي. تزرع قليلا يا جواد. والدتي ما نزلت في المبلغ المتبقي لزيد. تعال بسرعة إذا ناي. سيدتي أنا هنصح أنتظر دقائق. سنضيف دقيقة لزيد عفوا لجواد ومالك، دقيقة فقط. سيدتي هل يمكنني أن أشارك؟ نعم، أنت ستقرأين السند وستجيبين في هذه التعليمة. سيدتي النصح. أي انتهت الدقيقة، نتابع مع صديقتنا لينا. انهيت. نفتح الكاميرا. فاطمة. نعم يا لينا. سيدتي أنت قصدي سأقرأ النص، لا يوجد. أتريدين قراءة النص؟ تفضلي. صديق ما زيد. زيد لقد تحصل على 7200 ملي، فاشترى طائرة ورقية ب1570 ملي من. نعم. ب1290 وصورة ثمنها ضعف ثمن الدوامة من المشتريات زايدة. إذن يوجد سؤال خفي. ممتاز يا ابنتي، ما هو هذا السؤال؟ كم ثمن الصورة؟ إذن ثمن الصور. إذن نحن لا نستطيع أن نبحث عن ثمن المشتريات بدون أن نعلم ثمن الصور. اتفقنا؟ إذن يجب أن نبحث عن ثمن الصور، لأن ثمن الصور غير متوفر في السند. أحسنتي يا لينا، ثمن الصور غير متوفر في السند. ممتاز يا محمد ياسين. إذن ثمن الصور كيف أبحث عنه يا لينا؟ 1290 مع 1290. نعم. مع 1290.
لماذا اخترت هذه العملية يا لينا؟ لأنه قالوا ضعف ثمني ممتاز يا لينا، أحسنتي. إذا نرى أن لينا أخذت كل شيء من السند، إذا السند هو الذي سيعينني. إذا الضعف معنى أن نكرر العدد مرتين، أحسنتي. إذا سنكرر 1290 مرتين، إذا 1290 تنجز عملية عمودية. نعم يا لينا، صفر مع صفر يساوي صفر. أحسنتي. تسعة مع تسعة ثمانية، نحتفظ بالواحد في العشرة في المئات. نعم. اثنين مع اثنين أربعة، نزيدهم الواحد يساوي خمسة. واحد مع واحد يساوي اثنين. أحسنت. مئتين و 2580. ممتاز. محمد ياسين الآن. نعم سيدتي. تفضل السؤال الموالي يا محمد ياسين. كم ثمن مشتريات زيد؟ إذا سنحتسب ثمن مشتريات زيد، إجابة لفظية. ثمن مشتريات زيد. مشتريات زيد. نعم يا محمد ياسين. 2580 مع 1570 مع 1290 يساوي. تنجز معي العملية. إذا في أنجز العملية. صفر مع صفر مع صفر يساوي صفر. نعم. ثمانية مع تسعة يساوي سبعة عشرة. سبعة عشرة مع سبعة يساوي 24. أكتب أربعة واحتفظ بالاثنين. ممتاز. اثنين مع خمسة يساوي سبعة. سبعة مع اثنين يساوي تسعة. تسعة مع تسعة مع خمسة يساوي 14. أحتفظ بالواحد. أحسنت. واحد مع اثنين يساوي ثلاثة. ثلاثة مع واحد يساوي أربعة. أربعة مع واحد يساوي خمسة. خمسة آلاف وأربعمائة وأربعون ملي. جيد جدا. مالك سيدتي. المبلغ المتبقي لزيد. المبلغ المتبقي لزيد. نعم يا مالك. 7200 إلا 540 وأربعمائة وأربعون. هل ستنجز معي عملية هنا؟ صفر إلا صفر. انتظرني. 7200 نعم يا مالك. صفر إلا صفر يساوي صفر. أحسنت. صفر إلا أربعة لا نستطيع، لأن الصفر أقل من أربعة. إذا نزيد واحدا للصفر وواحدا وواحدا للأربعة. هاي بسرعة عادة. عشرة إلا أربعة يساوي ستة. ثم
اثنين إلا خمسة لا نستطيع، يعني أن خمسة أكبر من اثنين. إذن أزيد وأزيد. نتابع. اثنى عشر إلا خمسة يساوي سبعة. نعم. سبعة إلا ستة يساوي واحد. 1760 ملي. أحسنتم. إذا لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، سنمر إلى السند الأخير. جيد جدا، أحسنتم. سأضع لكم السند الأخير ولكن نسرع هذه المرة. سيدتي هل أقرأ؟ سيدتي دقيقتين وننتهي. هل أقرأ سيدتي؟ هل أقرأ سيدتي؟ أيمن اقرأ السند. ومن الغد قصدت الأم سوق السمك وفي جيبها 9900 اشترت كيلو غرام من الحباري بستة آلاف وتسعة وكيلو غرام سمك سرديني، وبقي لديها 657 ملي. أطرح السؤال المناسب لحل وضعية وأجيب عنها. أي بسرعة. إذا أستعين بالمخطط. مثلما اعتدنا نستعين بالمخطط. نحن إذا هنا نتثبت، نحن هنا نعلم المبلغ الجملي ونعلم المبلغ المتبقي. المخطط سيساعدني على استخراج السؤال وسيساعدني أيضا على الإجابة عن السؤال. أنستي سمع مليتان؟ نعم، هو سؤال ذو مرحلتين. نسرع قليلا، لم يبقى لدينا وقت. اللي في جيب اشترط حبار بارس بيز وكيلوغرام المسبق بقي لدي. شنو السؤال؟
سيدتي هل نصلح؟ أنهيتي يا راني؟ نعم. ممتازة يا راني. شكرا. أنهيت. انهيت. نسرع البقية دقيقة ونصلح. أضع قلمي وأتابع مع صديقتي رنيم. رنيم سننجز مع بعضنا المخطط. أي البقية نتابع جميعنا، مهم جدا أن نتابع وننجز المخطط. إذن سنبدأ يا رنيم بالجملة. ما هو الجملة يا رنيم؟ الجملة هو 9900. إذن المبلغ الجملي، إذن دائما نستخرج الجملي، الجملي هو 9900 مليم. ماذا فعلت هذه المرأة بهذا المبلغ؟ اشترت به. اشترت، أحسنت، اشترت الفعل المشترين. ماذا؟ اشترت كيلوغراما من الحبار. من الحبار وواحد كيلوغرام من السردين. ماذا نسميها هاته السردين وال المشتريات؟ نسميها مشتريات. أحسنتي. إذن ثمن المشتريات. ثمن المشتريات. مشتريات يا رنيم؟ لا. أحسنت. وماذا يوجد في المشتريات يا رنيم؟
يوجد كم غرام من الحبار؟ الحبار؟ الحبار بستة آلاف وتسعة وتسعون ملي. وكيلوغراما من السم سردين لا نعرف ثمنه. والسردين؟ السردين لا نعلم ثمنه. وبقي لدي بقي 657. أطرح السؤال المناسب لحل الوقت. أحسنتي. إذا من خلال هذا المخطط يا رنيم، بقي نتابع جميعنا من خلال هذا المخطط يا رنيم، كم لدي من نقطة استفهام؟ 2. 2. أحسنت. ما هو السؤال الرئيسي الذي سأعتبره؟ أحسب ثمن السمك. أحسب ثمن السردين. به يا رنيم، لا نقول أحسب، إذن يقول كم ثمنه السردين أو ما هو ثمن السردين، لأن أحسب لا تعتبر سؤالا. لا نستطيع. سيدتي أنا عنيس اللي في المدرسة تقولي ما تعملش كم وما هو عمل أحسب ديما، ولك أن أنت تقول أنا أعمله يا أما كم وأما ما هو. أنيس قالت لك ما بتعملش ما كم و... أو ما هو. لم أسمعك جيدا. باهي، ليس هناك مشكلة، ولكن نقول ما هو، لأنه قال لك اطرحي سؤالا. إذن السؤال، ما هو ثمن السردين؟ أنا سأندرس كم ثمن المشتريات. لا يا ولدي، ثمن المشتريات لن تستعمل فيه. كم ثمن المشتريات؟ لا، ليس سؤالا رئيسيا، ليس سؤالا. كم ثمن السردين؟ إذا ما هو ثمن السردين؟ أيمن؟ إيه. نعم يا أيمن. نعم. هل تستطيع الإجابة عن هذا السؤال؟ سيدتي أنا يمكن أن أجيب عليه. هل نستطيع مباشرة أن نجيب عن هذا السؤال يا أيمن؟ لا. إذن ما هو السؤال؟ ما هي المرحلة التي سنجيب عندما ننظر إلى المخطط؟ ما هي المرحلة التي سنجيب عنها؟ انظر هنا، ما هي نقطة الاستفهام الموجودة قبل سمك السردين؟ مشتريات. أيمن يتكلم فقط. نعم يا أيمن. المشتريات. ثمن المشتريات. سنبحث عن ثمن المشتريات. إذن يا أيمن، من خلال هذا المخطط، لديك هذا المخطط، انظر جيدا، أنت تعلم الجملة وتعلم المتبقي، كيف سنبحث عن ثمن المشتريات؟ لم أسمعك يا أيمن، تفتح مكبر الصوت. 9900 إلى 657. ممتاز يا أيمن، ممتاز. إذا عندما نكون في الوضعية، عندما يكون في الوضعية المبلغ الجملي ويكون لدينا المبلغ المتبقي، ثمن المشتريات يصبح بعملية طرح، يصبح المبلغ الجملي إلا المبلغ المتبقي. هلا عملني. ستنجز معي العملية يا أيمن. هيا يا أيمن.
يمكنني أزيد؟ أزيد وأزيد. ها؟ 10 إلا 7 يساوي 3. يساوي 3. صفر إلا 3، صفر إلا 5 لا يمكن، 6 لا يمكن، أضع أزيد. 10 إلا 6 يساوي 4. 9 إلا 7 يساوي 2. 9 إلا 0 9. أحسنت يا أيمن، ممتاز. مؤيد؟ نعم. على ماذا سنبحث يا مؤيد الآن؟ نبحث عن ثمن المشتريات. فقد بحثنا عنه يا مؤيد، أين كنت؟ أنا سعيد. سيدتي ثمن السردين. مؤيد، سنبحث عن ثمن السردين. نعم. على ماذا سنبحث الآن يا مؤيد؟ نبحث عن ثمن السردين. إذا نحن أصبحنا نعلم ثمن المشتريات، وهي 9243. هذا أصبح معلوما. ثمن السردين، ثمن السردين لا نعرف. إذا كيف سأبحث عنه من خلال هذا المخطط؟ انظر يا ولدي، نحن نعلم هذا ونعلم هذا ولا نعلم هذا. نعلم الجملة ونعلم تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون إلا نعم إلا 696. نعم. أحسن. أي اختصر. ثلاثة إلا ثلاثة إلا 9 أزيد وأزيد. أزيد وأزيد. تكمل يا يوسف، لقد انقطعت الانترنت على صديقنا مؤيد. تكمل أنت يا يوسف. نعم سيدتي. لا يا ولدي، أنا منقطع سيدتي. هل أنستي انقطعت عندي الانترنت؟ باي صديقك سيكمل العملية، ليس هناك مشكلة. نعم يا يوسف. 13 إلا 9 يساوي 4. وأربعة إلا 9. تثبت جيدا، ليست 9 إلا 10. نعم. يساوي لا نستطيع. أزيد وأزيد. نعم. 14 إلا 10 يساوي 4. نعم. واثنان إلا 1 يساوي 1. وتسعة إلا 6 يساوي 3. إذا هذا هو ثمن السردين. هذا هو ثمن السردين. إذا هكذا كيف اعتمدنا على المخطط، وساعدني كثيرا المخطط. اعتمدنا على المخطط، ساعدني كثيرا. هكذا كيف نجيب عن الوضعية. الوضعية متسلسلة. شكرا لكم، انتهى الوقت. إن شاء الله
نلتقي الأسبوع المقبل. سيدتي صحيح ما زالت الصفحة هذه؟ ها؟ صحيح ما زالت الصفحة هذه؟ كملناها هذه كم طال البارح؟ كملنا كل شيء، السندات الكل كملناهم. شكرا لكم، نلتقي كما قلت الأسبوع المقبل. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.